يا جدعان امسكوه. كفر احمد كده يا ابني. يا عم عبد الله بينا وبينك. لا اله الا الله. العربيه بتمشي وحدها يا جدعان. الراجل جاب اخره مني يا ابني. يا باشا من غير سواق. خش على المصرف ده عشان نرتاح. خش. اعملها طيب بس. مين يا علي اللي ما بيعرفش يسوق يا علي؟ الله يعينك. هات انا السواق انا قبل ما تمسك باب العربيه. الله يدعوك. وانت وشك عامل زي اخر الشهر كده. انت كده زي محمد ابو نوف يا راجل. روح وانت وشك عامل زي الكنكه. يا علي يا حاج حسين رد عليه. لا انا كل حاصل اللي بوقف عشان لما نفسي تحت العجل. الله يدعوك. ما ترمي يا جدع عادي. وانت اللي ما عملتش كده يعني مش هتمشي. راحت تولد. قال يا اخوي عند الدكتور قوم جاب عيلين. الدكتور بيقول له مبروك جالك عيلين. قال له على الطلاله تاخد واحد منهم. دولا. لا اله الا الله. يا عم يا بنت سيبني يا فنان سيبني يا نجم سيبني. طيب يا حاج حسين عايزك بقى تقول الاغنيه اللي انت بتقولها دي بس من الصبران ومن فوق. يلا قول قول يا حبي يا مسكين. خلاص انت لو ايه ده عم محمد هينط اهو مش عاجبه صوته. انت رايح فين يا حاج؟ انا خلاص يا ابني انا خلاص يا ابني. لا لا لا